يقول نحن شباب مقبلين على التدريس فما توجيهاتكم لنا؟ مقبلين على التدريس فما توجيهاتكم لنا؟ التوجيه تقوى الله سبحانه وتعالى وتعليم الطلاب ما ينفعهم وتنشئتهم على الخير، دعوتهم إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب من المدرس، لأن المدرس مؤتمن على الطلاب بأن يوجههم ويدرسهم دروسهم ويفهمهم إياها ويحفظ الوقت، هذا هو المطلوب. نعم.